السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا نردوا على هذا عبد العال هذايا، دوك نخليكم تسمعوه الكلام اللي قالوا المصري هذايا المحلل على الكلام اللي قالوا، يعني هذاك تسمعوا يعني ماشي تاع واحد اللي يهضروا في تلفزيون ولا هذه، ممكن بار اكزومبل بيناتنا في الحومه نقصروا نهضروا هذا الكلام وكذا، ولكن هذا تاع انت تجي في على بالك باللي من داك كاين محللين غير اخلاقيين، وانا نسميه غير اخلاقي، يعني الكلام اللي قالوا على الجزائر، اولا عدم احترام للجزائر بهذيك الهضره وهذيك الكلمه اللي قالها، ثانيا عدم احترام للمشاهد، المشاهد سواء المصري سواء الجزائري، فهنا جيت نرد عليه ونرد عليه ان شاء الله بقوه بقوه بقوه، نخليكم تسمعوه واش قال ونجو ثاني دوك نبداو اولا بالشوبير محمد شوبير هذاك الاعلامي المصري هذاك اللي هضر كلام يعني موزون وكلام رائع، نخليكم نبداو به لان حاجه المليحه دائما نبداو بها ومن بعد نروحوا لهذاك. اولا خاوتي ما بدلتش الديكور لان بزاف راهم يقولوا لي بدلت الديكور رجع للديكور تاعك القديم كذا، راني مسافر قلت لكم قبلها قبل يومين قلت لكم باللي راني مسافر يعني اكيد ما راحش يكون الديكور هذاك القديم، لان الديكور هذاك ما راهوش خلفيه، هذاك كيما يقولوا اوريجينال، الحيط البير وهذاك المكتب اوريجينال، فماشي داير خلفيه ولا ما نقدرش ندي معايا وين نروح، هذا ما كان. بون نبداو بالشوبير واش هضر كلام موزون ورزين ورائع، ومن بعد ندخلوا نقصفوا هذاك شويه لان يحتاج القصف ان شاء الله. مبروك لمصر ومبروك للجزائر. شكرا لمصر وشكرا للجزائر. القصه اننا كلنا كنا نتمنى المنتخب المصري يتصدر ويفوز. لكن القصه كمان ان كلنا كان نفسنا ان المباراه دي تكون رساله للجميع، لكل الناس. الرساله وصلت بكل الاحترام وبكل التقدير وبكل الحب. الرسالة وصلت عن مدى العلاقة الطيبة، التنافس الشديد جدا جدا في الملعب، حالات انذار وحالات طرد وكل شيء، وهدف هنا وهدف هنا، لكن الأهم إنه الروح الجميلة. لما كان بيقع حمدي فتحي بيجري عليه لعيبة منتخب الجزائر، لما كان بيقع لعيب من منتخب الجزائر كان بيجري عليه لعيبة منتخبنا الوطني. الحقيقة شيء أكتر من رائع، ما أقدرش أقول غير إنه بالفعل أحيانا كثيرة جدا الرياضة تفسد ما أو تصلح ما أفسده الآخرون، بس الكلام ده كان زمان للأمانة، الآن الدنيا في غاية الحب وغاية الاحترام وغاية التقدير، وأتمنى أن مباراة الشقيقين العزيزين المغرب والجزائر تكون على نفس المستوى من الحماس والروح والإصرار والروح الرياضية الجميلة، لأنه ده مطلوب جدا جدا. في النهاية هي مباراة كرة قدم، يفوز من يفوز ويخسر من يخسر، ما فيش مباراة أبدا في الدنيا اسمها حياة أو موت. بوم هذا كلام واقعي، وهذا اللي راني نتمناه كما قلوا بين المغرب والجزائر، وهذا اللي نتمناه، لأن احنا من ذاك شوفوا نقولوا صراحة، لأن كان إعلاميين هو ما اللي يديروا الفتنة هذه، وانا نكره الفتنة، كان اعلاميين يحبوا يديروا الفتنة، الفتنة هذه الاعلاميين علاش يديروا هذه الفتنة؟ باش كيما نقولوا يديروا البوز والصفحة تاعهم تمشي ويربحوا اموال، اي اعلامي راهو خدام باش يدخل اموال، ولكن كاين ناس تستعمل كيما نقولوا باش تدخل اموال لازم تعمل كيما نقولوا ضجة، وهذيك الضجة يحولوها الى حرب، هذه كرة قدم. في ارض الملعب ما كانش كيما قال لك كنا نتمنوا مصر حتى وراهي في الصداره ودارت النيل، هو كمصري يقول لك كنا نتمنوا انه مصر تربح، وحنا الجزائريين نتمنوا انه الجزائر تربح، والمغربي يتمنى انه المغرب تربح، ولكن كيما نقولوا نخلوها في اطار رياضي داخل الميدان تكون الحراره سون بيتي، ولكن ما تروحش الابعد من ذلك تروح سياسيا، هذا اللي النقطه اللي حبيت نهضر عليها. بو نجو للاعلامي هذاك نرد عليه عبد العال هذاك، نرد عليه بقوه، نخليكم تسمعوا واش قال الاولانيه، ومن بعد الدوزيام هذيك هي اللي يعني نوقف له تما عندها، نرد عليه بقوه لان انا كجزائري حر ونسمع هذا الكلام ما لازم نرد عليه، هكذا خاوتي اسمعوا واش قال. بتصدر مجموعه كابتن رضا ولا لا. في حاجه ثانيه؟ لا لا انا بصراحه حزين في الاخر، انت حققت الهدف حققتي ايه؟ احنا بص مش هي دي الجزائر اللي احنا مخوفانا وبننمي المغرب عشانها، الشوط التاني ما جاتش وانت برضو ما جيتش للاسف، لان التشكيل من البدايه غلط، حتى التغييرات غلط، انت صلحت بعد ما نزلت مصطفى فتحي صح؟ بعد اصابه ايمن اشرف ولعبت 4-2-3-1 خلاص، انت شايف ان مسكنا كوره 5 دقايق اللي هم اول ما مصطفى نزل والكلام ده، وبقينا اتنقلنا نص ملعب الجزائر، ده كمل ودوس بقى. احمد رفعت موجود وعندك عمر كمال وعندك زيزو،
يعني ابدا اعمل الشكل بقى الهجومي، فرقه خلاص يعني سلي جاب الجون وخلاص، وهم ما لهمش اي تواجد تاني. خلي بالك هو الهدف كمان اللي راح كابتن ده، يعني انا بشوف ان هو في جزء كبير من الحظ، من التوفيق يعني، الحظ وتوفيق. انما انا بكلمك مش هي اللي هي تخوفك، اللي هي اللي احنا حطينا واحد بس اللي كان بيلعبك اللي هو ياسين الابراهيمي ده، ما حط ارمي عليه، انت تلعب بثلاثه زندرات ارمي عليه واحد، ما انت لاغي الثلاثه كده كده، الغي واحد معاه خلاص. ما يعني انت شايف كابتن ان 4-3-3 ولا لعب بون هنايا عنده الحق في جهه وما عندوش الحق في جهه. كان يهضر باللي الشوط الثاني كما قلنا احنا استحوذنا، صح استحوذوا، واش قال لك البيت هذا اللي ما فهمتش واش كان يقصد، لان ما ذكروش واش من هدف. قال لك الهدف حظ، حظ اسك المصاروه، لانه كان ينتقد، هو كان هي حايب يربح المباراه مالغري التعادل والتصدر، راه يقول له انا ما رانيش راضي وما عجبتنيش طريقه اللعب تاع مصر، لانه في الشوط الثاني كنا كابابل نربحوا، لو كان ماشي المدرب دار تغييرات ودار تغييرات مليحه كنا كابابل نجيبوا الماتش. واش قال لك؟ قال لك عندهم غير ياسين ابراهيمي، حاب يقصد باللي الجزائر عندها غير ياسين ابراهيمي، لو كان غير بلوكا ياسين ابراهيمي زاد لواحد، وهذوك الثلاثه كما نقولوا كيده وكيده راهم حابسين هكذا. هادي مازال ما وصلش للعمق. شوف خاوتي انا علاه نحب المدربين تاعنا يكونوا عندهم الجرينطا وسخونين وما يعطي على بالك، كي تلعب مع العرب هذا هو المشكل تاعنا، كي تلعب مع العرب كاين اللسان بزاف على هذيك اللي لازم تربح المباريات باش ما تخليش لسانهم يطوال بزاف، ولسانهم يطوال الى درجه اللي كيما نقولوا يتعداو الحدود. دوك نخليكم تسمعوا واش قال على هذيك. انا نتمنى الجزائر تفوز بالمباريات وتركز على الفوز، ما تركزش على التعادل، يعني نحونا من العاطفه. اللاعب اللي ما يديش نحيه، اللاعب اللي راهو يدي وراهو كابابل يمد لك دخلوا، خلونا من العاطفه. هذا قديم، هذا صاحبي، هذا لعب معايا، راني نقصد هنا على سوداني. سوداني شفناه ثلاث مباريات ورانا نزيد نعاودها، ان شاء الله ما يلعبوش ضد المغرب، ان شاء الله برك ما يلعبوش ضد يقدر قلت لكم كيما درت لكم البارح تحليل، يقدر يلعب ضد المغرب وهو يجيب لك الماتش، ولكن قراءه الثلاث مباريات ما راهوش يؤدي في الاداء تاعو، ما راهوش يشكل كاع خطوره، حاضر كيما نقولوا حاضر غايب، هذه حقيقه الانسان لازم يقولها. ارواح نرد على هدايا، ما نقدرش نقول كلام، يعني نحترم انا الجمهور تاعي ماشي كيما هو ما يحترمش الجمهور تاعو وما يحترمش المشاهد تاعو، اوترومو كنت نقول كلام واحد اخر لو كان راني مريح مع اصحابي. اسمعوا واش قال. كان ينزل هجومي عشان انت شفت فرقه الجزائر والله العظيم الشوط الثاني ما جوش. لا هي من وجهه نظري هي مش بنفس القوه اللي انا كنت متخيله، ولا فقط الحماسه اللي هم يعني احنا شايفينها دايما. انت عارف احنا لما كنا بنحط الكره على الارض رجل لرجل صح، احنا ايه دي الفكره، واخد بالك؟ وهو مش يعني واقف بره مش شايف حنبله ده، يعني حنبله مش شايف الكلام ده. بون الجزائر كانت مخوفتكم سون بيتي، يعني حتى في الفيديو الاولاني اللي درته والفيديو الدوزيام تقولوا مش هي الجزائر اللي كانت مخوفتنا مرعبتنا، كنا دايرين لكم الرعب. الرعب هذا هو المشكل اللي خلاكم كي درتوا تعادل نورمالمون راك سعيد بالساعه راك ميت، وشفنا اللاعبين المصاروه كيفاش يتعانقوا فوق الميدان كانهم تغلبوا على احسن فريق في العالم، كانهم ربحوا الطلاين، كانهم هما تعادل برك. هذه اولا. ثانيا سمعتوا يا خوتي كان امور اللي قالها نورمال طبيعيه، انه الجزائر ما قدمتش في الشوط الثاني، وصح حنا قلنا باللي الجزائر ما قدمتش في الشوط الثاني وكانت مصر اللي استحوذت اكثر وكذا وكذا، ولكن انا هضرت باللي مصر تحوس على الركنيات وتحوس على الكرات الثابته، سقم لعبك مليح باش تماركي. بون هو راهو ينتقد ثاني في بلاده. الكلمه اللي ما عجبتنيش يا خوتي قال لك لما كنا نحطوا الكره في الارض ركبناهم، وزاد دار بيده ركبناهم. او الجزائر هذه واش راك تشوف فيها دبش تركبوا، هذا كلام، هذا كلام محترم هذايا، ما تعرفش تحترم البلدان، ما تعرفش تحترم المنتخبات، انت مش محترم، انت والاحترام ما تلاقاوش انت، يعني كلام مستفز جدا انك تقول ركبناهم. انت تركب بلاد، انت تركب بلاد، تركب عبكش ما انت ركبت، تركب احمر، تركب طوموبيل انت تسوقها، هما اسك عندهم هديه، هذه عربيه ما تقوليش انه هما يقصدوا بها وما احنا ما نقصوش. تركب ركبت يعني سيطرت، يعني ركبت كي تحكم القصد تاعها، كي تحكم الحمار تركب فوقه وانت اللي تقيده وين يروح وين ما يروحش. هذه هي اللي انا نقول بوقره ونقول جمال بالماضي، هاد العرب كي تلعب ضدهم سورتو العرب الافارقه هذوك ما يهمناش من بون ماشي ما يهمناش، ولكن اقل مع العرب كي تطيح مع العرب، وراني نوصيك يا بوقره كي تطيح مع المغرب
المباراة لازم تجيبها، وهذه كرة قدم تقدر تربح تقدر تخسر وما يخوفوناش المغاربة، وحنا ثاني ما نخوفوهمش، كل واحد يسيبورتي المنتخب تاعو وتبقى روح رياضية. نبداو نحكوا في النطاق الرياضي، ولكن ما نخليش الناس بعض الناس بعض الناس اللي لا علاقة لهم بالإعلام، لا علاقة لهم كما نقولوا بالمجتمع، لا علاقة لهم بالتربية، يحكي كلام غير أخلاقي. انت روح تربى اولا، روح عاود التربيه، عاود التربيه تاعك باش كيما نقولوا تقدر تعاود تولي باش تهضر في التلفزيون تحترم الناس. انا كيوتيوبر نورمالمون كيما نقولوا يشوفوني كيما نقولوا الشعب يوتيوب، انت راك في تلفاز يعني يشوفوك بون، ما انا يقولوا لي بلي راهم يشوفوني عائلات، ولكن هذا راني نقول بلي يشوفوك عائلات بزاف، ماشي عيب تقول هذه الكلمه ركبناهم. قل سيطرنا، كاين كلمات تتقال في الرياضه، كان كلمات تتقال في الرياضة، سيطرنا كما قلوا استحودنا ركبناهم. وين راك في الشارع انت يا ابن عمي؟ ما هذه قلة تقل التربية. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي، ما نطوش عليكم، وان شاء الله نتمنوا. كان بزاف راهم يسقسوني على المغرب، خلني ماشي نشوف مباراة، نشوف واحد ثلث مباريات، وهذا ياخذ مني وقت كبير باش ناخذ نقاط القوة ونقاط الضعف تاع المنتخب المغربي وندير عليه فيديو، وعندنا مازال عندنا الوقت. ما نطوش عليكم خاوتي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.